شمتونا وشمتونا شمتونا شارات الزيرو نرفع شارات الزيرو بنطالب هدية بنطالب هدية بنطالب هدية بنطالب هدية علشينا واحتجينا على سلمى ترجع لينا على سلمى ترجع لينا شكون حنا ولاد الشعب شنو بغينا الكرامة شكون حنا ولاد الشعب شنو بغينا الكرامة علشينا واحتجينا علشينا واحتجينا. السلام عليكم الاخوان الاخوات خوتنا المغاربه خوتنا المسلمين. اليوم راه عندنا واحد الوقفه احتجاجيه هنايا في مدينه الفنيدق. هذه الوقفه هذه درناها على القضيه ديال سلمى بنتي، والقضيه ديال سلمى بنتي اللي معروفه راه كتعرفوا شنو وقع لها في الطبيب في الرينكون. دينا هذه البنت غير باش تعمل العمليه على الكراجم، ودابا حاليا راها في السبيطار ديال ثانيه درمل مشلوله معاقه. يعني البنت بقى غير الخشبه جوتها هامده. نعم الاخوان، هاد البنت هادي خرجوا عليها، ما عرفناش شنو عملوا لها، خرجوا عليها وكنطالبوا من السيد وزير الصحه باش يتدخل في هاد القضيه هادي، لان حنا مضرين، ما كاين لا اهتمام لا في السبيطارات لا والو. يعني هاد الشيء هذا راه ماشي معقول. انا بنتي ديتها صحيحه على رجلها، دخلت البلوك ديالها للعمليات، فاذا بها اليوم 26 يوم راه مازال في السبيطار. يعني مشلوله معاقه مشلوله معاقه، ما فيها حتى شي حاجه خدامه، البنت جوتها هامده. فهاد الشيء هذا لا يعقل، وكنطالبوا من السيد الوزير باش يفتح تحقيق في هاد النازله هادي، لان حنا الاخوان راه صبرنا بزاف. حنا بصفتنا العائله ديال كأب يعني وكأم ديال الطفله، فهاد الشيء هذا لا يعقل. حنا راه حنا مغاربه وهاد الشيء هذا ما خصوش يكون. يعني حنا هاد البنت هادي ديناها على رجلها ودخلناها غير باش تعمل واحد العمليه بسيطه ديال استئصال اللوزتين في سبيطار في الرينكون ديال محمد السادس، فاذا بها دابا حاليا راها في ثانيه درمل. يعني هذا الشيء هذا راه ما خصوش يكون كاع، وكنطالبوا وكنعاودوا نطالبوا وكنناشدوا من السيد وزير الصحه باش يتدخل باش يفتح ملف تحقيق في هذه القضيه هذه. يعني ما كرهناش يعجل في هذه القضيه هذه صراحه الله، لان هذا الشيء هذا راه لا يعقل الاخوان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. تحياتي للجميع، معكم لبنى جابر النائبه الاولى للكتابه الاقليميه ديال المضيق فنيدق مرتيل. اليوم هذه الوقفه هذه بخصوص مؤازره الطفله سلمى للخطا الطبي اللي الم بها، والاطباء كيتهربوا من التقرير الطبي، ما بغاو يقولوا خطا طبي، ما بغاو يقولوا حتى شي حاجه للاب ولا الام ديالها، مخلينهم كيتخبطوا. اذا حنا اليوم جينا هذه الوقفه هذه مؤازره لهاد الناس هادو، كنقولوا فيها الرساله ديالنا لوزير الصحه رشيد عيسى الطالب، كنقولوا له حسبت بنيته بنتك وداك الشيء اللي كنت تعملوا لبنيته ديالك عملوا لهاد بنيته هادي. الا كانت تستحق تمشي تعالج في شي جهه اخرى معينه هزها تعالج. كانت هاد المهم ضروري خصك بلا واحد التقرير طبي تامر هاد الناس هادو ديالك يخرجوا يعطيو لهاد الاب والام التقرير الطبي، كما الله وعسى غير شويه تبرد لهم ديك الحرقه. اذا حنا اليوم كنوجهوا لك النداء ديالنا والرساله ديالنا باسم العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان كتابه المضيق في القمارتي لواتطوان، كنقولوا لك خرج بشي تصريح ونقد هاد الطفله هادي الا فيها شي ما يتنقد، وشكرا. السلام عليكم. هاد الوقفه ثاني وقفه، واحدة عملناها في المضيق وواحدة عملناها في الفنيدق، وعملنا ندوة صحفية في الرباط مباشرة. المطلب ديالنا الواحد هو وزير الصحة يجي يتكلف بهاد البنيتة يديها فين ما بغى يعالجها لنا، ويقولنا الموضوع ديال البنيتة شنو عندها. عملت عملية على الكراجم بقات كوما هادي شهر، علاش؟ شنو السبب باش تبقى بنيتة على العملية ديال الكراجم شهر؟ هذا المطلب ديالنا الأول والآخر، والسلام عليكم.